هاي السومبريروس نوع من القبعات مصدر المكسيك تتميز بحوافة خارجية واسعة كافية لتفي على راس ورقبة وكتف يلي بيلبسها وهي مقلوبة على الحواف وفيها سلسلة ليتم تثبيتها على الدقن. الكلمة مشتقة من سومبرا الإسبانية يلي بتعني الظل وسومبريرو بتعني صانع الظل. ظهرت القبعات للمرة الأولى بالقرن الخامس عشر وأول ناس لبسوهن هن عمال مستيتزو بالمكسيك وأجزاء من جنوب الولايات المتحدة ليحموا نفسهم من الشمس. والمستيتزو كانوا شعوب بدم مختلط لاتيني أمريكي هندي، وفي قسم بيعتبر أنه الخيالة بمنطقة غوادالاخارا طوروا التصميم واستعملوه كجزء من الزي الخاص فيهم للتعبير عن القوة والسلطة. عدد من المؤرخين بيعتقدوا أنه قبعة الكاوبوي مستوحاة من تصميم السومبريرو. مين قال أنه المكسيك دخلت موسوعة جينيس من خلال أكبر لوحة فسيفساء بالعالم بتمثل السومبريرو التقليدية مع 2684 قطعة؟ أنا قال بشوفكم بكرة.